إحدى الفرق اللي مش رح تشارك في عمان في رمضان اللي بلش من أول أيام ومكمل معاكم لآخر يوم في رمضان هي فرقة شو هالأيام. رح نستضيف أعضاء فرقة شو هالأيام مع السيد اللي هو أقدم أعضاء الفرقة كمان، ومعانا دانيا أسعد، أهلا وسهلا، ومروة أسعد، أهلا وسهلا فيكم. السيد سوري، مروة بتعزف عود ودانيا بتغني وإيقاع معا، أهلين. تحكولنا، بدي هيك حبيت فكرة أنا إمتى بلشت الفرقة لما سمعت كيف بلشت وين؟ أوكي، هي الفرقة بلشت بـ 2006 بجنوب لبنان، كنا 4 أعضاء اللي أسسوا الفرقة بالبداية، كنا طالعين نتطوع بجنوب لبنان بعد الحرب، نتطوع بالتنظيف، نتطوع بالعزف للأطفال في هذيك الفترة، وبس تعرفنا بعض هناك، عملنا أول حفلة لنا كانت بساحة الشهداء، وبعد هيك جينا على عمان وبلشنا فعليا بتأسيس الفرقة. تغيرتوا زدتوا كثير؟ تغيرنا كثير، زدنا. إحنا 4 كنا بهذاك الوقت، في أحد الأربعة طلع بفترة معينة، اللي ضل إحنا من الأربعة اللي كنا بالأساس أنا وإيهاب أبو حماد وبهاء عثمان، بعد هيك زاد كثير ناس، طلع كثير ناس، فات كثير ناس، اللي سافر، اللي تجوز، يعني بهذا الشكل. يتجوز ورجع كمان. يتجوز ورجع. طيب مروة، أنت شو بتشتغلي بالأصل؟ هلا بشتغل صيدلانية، بشتغل بصيدلية روحي. يبقى هذه بس هواية العود. هواية بس مش مقتصرة أنها هواية، يعني كمان يعني مش بس قاعدة بعزف بالبيت، لا قاعدة منشارك بحفلات، منشارك في مهرجانات، مسابقات. طبعا تلاقي وقت بين الصيدلة ولا؟ هلا هو يعني بلاقي الواحد وقت، بتعب بس النتيجة حلوة. حلو. دانيا شو بتشتغلي؟ أنا بعمل كمعلمة حالياً. حلو. وبمارس هوايتي بالغناء. معلمة بمجال الفن برضو؟ معلمة تربية فنية. تربية فنية في مجال الفن ومع الفرقة فرقة شو هالأيام. طب شو بدك تسمعينا؟ شو نبلش بيه؟ نبلش بهالسيارة. شو؟ هالسيارة يلا. الفرقة كل الوقت هذا النمط دائما. هلا لانه احنا عود وايقاع فنقينا بشكل او باخر الاشياء اللي بتزبط نعملها هيك. هلا باقي الفرقة اللي راح تكون بكره فيها خليط، يعني بين جيتار، بيس جيتار مثلا، في ناي، في فايولن كمان. يعني في عندكم غربي وشرقي وفي درمز، فانه هلا احنا عم نعمل الشيء اللي بهاي الامكانيات اللي بهذا الساعه هذا الوقت بهالوقت هذا بدها هيك اغاني تكون هادي.
مشاركتكم في مهرجان عمان في رمضان هو أول سنة يقام هذا المهرجان، فيعني أكيد اختيارهم لفرق شابة هو في سبب إنه يبرزوكم، وبذات الوقت يتعرف أنتم معروفين على يعني، بس إنه الناس اللي برمضان تطلع بأكتر بالليل، فلازم إنه يصيرنا جاهزين لبكرة. أكيد أكيد، إحنا طلعنا من بروفا وجينا لهون، هلأ الشباب لسه عم بيجهزوا وإن شاء الله يكونوا عم بيجهزوا منيح. شاركتوا بمهرجانات قبل هيك؟ أكيد، هلأ يعني بالأردن كان لنا كثير مشاركات بأغلب خلينا نحكي المهرجانات اللي مرقت. في مهرجان الموسيقى اللي بيعملوا كان في 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 عدة مهرجانات يعني صارت بالسنين اللي مرت من أول ما تأسست الفرقة شاركت فيهم، وهي السنة يعني واحد من المهرجانات اللي مشاركين فيها هو عمان في رمضان. هو جو لطيف، جو بيحتاج هيك نوع من الموسيقى شو هالأيام، أو حتى في أنواع أخرى من الموسيقى رح تكون بالمهرجان، بس باعتقادي إنه لازم الناس تشوف كل هاي الأنواع، والمكان بشكل عام بيتحمل يعني بيتحمل هيك إيفنتات، بتحمل أنواع مختلفة من الموسيقى يعني. بتشجع مروة يكون في دائما هيك شغلات على مدار السنة كمان مش بس برمضان؟ أكيد أكيد، هلأ هو الفكرة رمضان، هلأ صار فيه عمان في رمضان في مهرجانات كتير تانية شغالة بنفس الوقت، يعني صار الموسيقى مش ملحق بأيام بالضبط، بأيام مثلا بشهر بين شهر 12 وشهر 3 في ركود تام، فأكيد من يعني منرحب إنه يصير في أكتر مهرجانات على مدار السنة، ما ينحشروا كلهم بشهر واحد أو بفترة الصيف اللي هو هلأ كمان أجى عليها رمضان يعني، فأكيد أكيد أحسن بحس على الواحد. مزبوط، إنه لازم نطلع من فكرة إنه الثقافة أو الفن إلى وقته من السنة. بالضبط، هاي مشكلة. موسم للثقافة والفن. دانيا بتعملي تمارين، تعملي دروس للصوت، بتطلعي طبقات، شو يعني لازم أكيد دائما يعني في عندك حتى أكل معين تأكلي هوش قبل ال. يعني فعليا مش كتير أنا ملتزمة ببروغرام معين. بس أنا مش كتير ناوية تتعمقي في الغناء. هو فعليا هي مجرد هواية مبدئيا، ولا مش مشروعي إطلاقا. ما بتحبي تمريناته؟ أكيد هي ضرورية التمرينات، يعني لازم الواحد على الأقل إنه بينه وبين حاله يكون عم بيتمرن لحتى يحافظ على ليونة صوته ولياقته، بس إنه إنها تكون مشروع وإنها تكون يعني هي الهدف بالآخر لا طبعا أكيد لا. بدي أشكركم، بدي أتمنى لكم التوفيق. أنتوا بكرة مشاركين، حتكونوا في مهرجان عمان في رمضان، بكرة تكون مشاركتكم أي ساعة حتبلشوا؟ هل 9 10 لا وقت ما العالم توصل. هلا بدنا ننوه لعمان في رمضان مستمر مش بس برمضان، رح يكون لبعد العيد كمان، هو في الدوار الاول شارع ريمبو. كتير حلو الواحد يصف السياره وفي كراج مريح كتير السيارات كل شيء مأمن برعايه رؤية اكيد. بنتمنى لكم التوفيق، في كتير فنانين مشاركين، عزيز مرأة وهاني متواسي واليوم في رامي انكوت، يعني مجموعة ممتازة مميزة من الفنانين الأردنيين. شكرا لكم ورمضان كريم. علينا وعليكم.